This call is now being recorded. بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب، أخذنا بالمحاضرة السابقة الحصيلة وعرفنا شنو معناها، تعريفها العلمي، وأخذنا قانون الحصيلة، كذلك أخذنا مثال عليها شلون نطلع الحصيلة وشلون نطلع العلاقة بين الأمطار والسيح. هي طريقة، أول طريقة لحساب الحصيلة هي العلاقة بين الأمطار والسيح، وأخذنا كذلك المعادلات التجريبية اللي هي الطريقة الثانية لحساب الحصيلة، وأخذنا مثال عليها. بعدين آخر شيء أخذناه بالمحاضرة السابقة هو منحني الجريان الاستدامة، أخذنا تعريفه وأخذنا مميزاته، أخذنا فوائده ومثال عليه. اليوم بعونه تعالى راح ناخذ منحني الجريان التراكمي، أو ما نسميه منحني الكتلة، الفلو ماس كيرف. شنو تعريفه؟ تعريفه طلاب هو تعيين التصريف التراكمي الحجمي اللي نرمز له في كابيتال، مثل ما تشوفون بالرسم. هو التعيين التصريف التراكمي الحجمي accumulated flow volume في كابيتال، وحداته مليون متر كيوب أو متر كيوب بير سكند لكل داي. فهو تعيين التصريف التراكمي الحجمي ضد الوقت، يعني الواي اكسس هو التصريف التراكمي الحجمي بالمليون متر كيوب أو بالمتر كيوب بير سكند مضروب باليوم، يعني شقد عندنا تصريف في اليوم، في اليوم الواحد. والإكس أكسس هو الوقت، الوقت أما يكون شهر مونث أو ويك أسبوع أو داي. مثل ما تلاحظون طلاب، هذا الأحمر هو المنحني الكتلة، هذا الأحمر هو منحني الكتلة. تلاحظون طلاب بتحدب ثم تقعر ثم تحدب تقعر تحدب. هسه نجي إن شاء الله وحدة وحدة نتعرف على أجزاء هذا المنحني وشون أرسمه وش استفاد من عنده. نعم، هسه بعد ما عرفنا تعريفه ويرسم بين من وبين من، نجي إنه رياضياً it is also mathematically known as an integration for the hydrograph، وهو أيضاً رياضياً هو تكامل للهيدروغراف. الهيدروغراف طلاب إن شاء الله تأخذوها، نأخذها بداية الفصل الدراسي الثاني. الهيدروغراف هو علاقة، يعني منحني يرسم بين التصريف والزمن، بين التصريف والزمن. فالمنحني الكتلة كأنما هو تكامل للهيدروغراف، يعني التكامل من تي سب نوت إلى تي كيو في الدلتا تي. يعني التي نوت هو الوقت في بداية المنحني، والتي هو الوقت نهاية المنحني، والكيو هو معدل التصريف. إذن هاي معلومة تخلوها ببالكم، إنه رياضياً يكون منحني الكتلة هو تكامل للهيدروغراف. زين، بعد إيش عندنا ملاحظات على منحني الكتلة؟ عندنا ذن الملاحظتين. الملاحظة الأولى يقول المنحني
منحني التراكم بأي نقطة من نقاطه. The slope of this curve at any point represent الميل مالت منحني الكتلة في أي نقطة يساوي Q تساوي dV at dt. يعني شنو؟ And this is equal to mean flow at any time. يعني منحني التراكم في أي نقطة الميل مالته هو مساوي لمعدل الجريان في تلك النقطة أو في تلك اللحظة. يعني إحنا نعرف التصريف يساوي لنا الحجم على الزمن. فالميل مثل ما تعرفون ميل المماس في نقطة التماس يساوي لنا قيمة المشتقة. ميل المماس يساوي لنا قيمة المشتقة، هاي ماخذيها احنا رياضيا. فبأي نقطة من هذه النقاط الميل مال المماس راح يساوي لنا المشتقة، والمشتقة تساوي لنا التصريف. فمعناته من كل هذا يعني استنتجنا انه ميل المماس بأي نقطة يساوي لنا التصريف في تلك النقطة. أعيد طلاب، إحنا ماخذين رياضياً إنه ميل المماس للمنحني في أي نقطة تساوي قيمة المشتقة. إحنا عندنا قيمة المشتقة تساوي التصريف، لأن إحنا جاي نرسم بين التصريف وبين الزمن. فمعناته أنه ميل المماس بأي نقطة من نقاط منحني التراكم يساوي لنا قيمة الجريان في تلك النقطة. إن شاء الله راح نستفاد من هذه المعلومة عندما نستخرج حساب حجم الخزين أو نحسب حجم الخزين باستخدام منحني الكتلة بطريقة الرسم. أقدر أحسب حجم الخزين باستخدام منحني الكتلة، وكذلك عندنا طريقة ثانية إن شاء الله هم اليوم نتعرف عليها، هي طريقة الحسابات. هسه لحد الآن طلاب، حتى الأمور تكون واضحة عندكم، عرفنا من ما هو منحني الكتلة ورياضيا ماذا يعني يرسم بين من وبين من، وأخذنا أول ملاحظة. الملاحظة الثانية جاي تلاحظون طلاب هذا الخط المتقطع اللي هو هيدن لاين اللي يبدي من نقطة A وينتهي بنقطة B. هذا الميل مالت هذا الخط الـ A capital B capital يمثل معدل التصريف على طول الفترة التي تم بها تعيين سجل المنحني. يعني إذا عدنا فترة معينة اللي تم بها التعيين، فهذا الخط هو يمثل لنا معدل التصريف على طول تلك الفترة. ذني الملاحظتين نخليهن ببالنا. بعد ما عرفنا منحني الكتلة، هسه ماذا نستفاد من هذا المنحني؟ نستفاد من عند طلاب في حساب حجم الخزين. يعني بطريقة الرسم نستطيع أن نحسب حجم الخزين باستخدام منحني الكتلة. Calculation of storage volume يعني حساب حجم الخزين. زين، إحنا نعرف حجم الخزين هو الفرق التجميعي بين حجم التجهيز وحجم الطلب. يعني شنو؟ يعني الخزين هو S جاي من storage، الS هو الخزين. زين، يساوينا التجهيز ناقصا الطلب، يعني summation VS يعني supply volume وسميشن في سب دي ديماند فوليوم. يعني الخزين
هو الفرق بين التجهيز والطلب. يعني إذا عندي خزان أجهزه بماي وآخذ منه ماي، فالخزين اللي يبقى لي بهذا الخزان هو التجهيز، الأجهزة ناقص الأخذة منه، طبعا راح يبقى في هذا الخزان. زين، إذا نجي طلاب، لاحظوا لو نروح للرسم حتى تتوضح عندكم الأمور، هذا طلاب الأحمر هو منحني الكتلة. قلت لكم يرسم بين حجم الجريان التراكمي أو التجميعي وبين الوقت. زين، عندنا يمكن الحصول على قيمة S من المنحني التراكمي. يعني مو هذا تشوفوا قدامكم المنحني التراكمي، راح أعلمكم شلون الرسمة على ورق بياني. أخذ مثال، مرة أحسبه بطريقة الرسم ومرة أحسبه بطريقة الحسابات. هذا الأحمر. زين، شلون أحسب حجم الخزين بحساب أكبر فرق في الإحداث الصادي بين المنحني التراكمي للتجهيز والطلب؟ لاحظوا طلاب، هذا الأحمر هو التجهيز. أنا شطي للخزان هو هذا الأحمر، أعطي للخزان ماي هو هذا التجهيز. بينما هذا الخط الهيدن اللي يمس المنحني التراكمي، طبعا بنقطة سي، بنقطة التحدب، ما يروح نقطة الأصل. هاي طلاب شوي هنا أكو خطأ بالرسم، صححوا. إنه هذا المماس اللي هو خط الطلب، هذا خط الطلب هو المماس لمنحني الكتلة في نقطة التحدب سي. هذا طلاب، هذا الطلب وهذا التجهيز. فأكبر فرق بيناتهم، أكبر فرق بيناتهم اللي هو عادة يصير من قاع المنحني التراكمي إلى أن نصل إلى خط الطلب، هذا أكبر فرق بين التجهيز والطلب، هو هذا حجم الخزين، هو هذا حجم الخزين. هذا طلاب هو شون أخلي أعظم طلب يحتاجوه، تحتاج المدينة، أخليه أقل خزين. إذن أقل خزين يكون عندي هو أعظم طلب، حتى دائما أوفي بالمتطلبات اللي يردوها من عندي. يعني ممكن أخلي حجم مياه أكثر من هذا، ممكن أخلي، بس ما يصير أخلي أقل من عنده. لازم أشوف الطلب على الخزان إيش قد، أكبر طلب يردو أخلي أقل شيء هنا. ممكن أخلي أكثر من عنده، ممكن حتى يكون بالجانب الأمين، لكن ما يصير أخلي أقل من الطلب. إذن أعظم طلب هو أقل خزين. هسه طلاب نرجع شلون نحسب أو نرسم منحني الكتلة باستخدام طريقة الرسم. عندنا هذا المثال قدامنا، مطينا المعدل الشهري للجريان، مطينا المعدل الشهري للجريان خلال سنة. يعني العمود الأول مطينا 12 شهر، والعمود الثاني هو معدل الجريان المتر كيوب بير سكند، هذا هي وحدات الجريان أو وحدات التصريف، مطينا كل شهر إيش قد التصريف. إيش رايد من عندي؟ رايد من عندي إنه نحسب أقل خزين نحتاجه للمحافظة على معدل الطلب مقداره 40 متر كيوب بير سكند. هذا الطلب اللي يردوه من الخزان، فيقول لي انه حسبي اقل خزين احتاجه، لكن الاقل خزين هذا يكون يحقق لي اعظم طلب. يعني ما يصير عندي قصور بالطلب، لازم دائما يوفي لي المتطلبات اللي اريدها.
لا ببيتشي حالة شنو نرسم؟ نسوي هذا العمود، هذا العمود طلاب هو monthly flow volume، يعني حجم الجريان الشهري بالكيوميك في الدي. شنو هذه الوحدة كيوميك بالدي؟ يعني الكيوميك متر كيوب بير سكند، نفسها طلاب مرة عليكم في الدي. شلون أطلعه هذه الأرقام؟ شلون طلعتها طلاب؟ تعرفون أنتو الأشهر السنة الميلادية قسم يتكون منها من 31 يوم، شهر شباط 28 يوم، وقسم منها يتكون من 30 يوم. أجي لازم هاي تحفظوها طلاب، كل شهر من أشهر السنة كم يوم. كانون الثاني اللي هو أول شهر اللي إحنا الآن بيه إن شاء الله هو 31 يوم، فهاي 1860 ضرب 60 في 31. إشباط هو 28 يوم، هاي 45 أضربها ب28. بعد آذار 31، ونيسان 30، وآيار 31، وجون يعني حزيران 30، جولاي 31، أغسطس الشهر الثامن أهم 31، سبتمبر 30، سبتمبر أكتوبر 31، نوفمبر 30، وديسمبر هو الشهر 12 31 يوم. فتطلع لكم هذه الأرقام، يعني هذا العمود تكتبون عليه إنه أنتو ضاربين في عدد أيام الشهر. العمود الأخير الرابع والأخير هو تراكمي، جمع تراكمي، يعني هاي 1860 أجمعها ويا 1260 يطلع لي 3120. 3120 أجمعها ويا 1085 يطلع لي 4205، وهكذا. نجي نرسم على ورق بياني. الأكس أكسز هو الأشهر، كل واحد سنتيم يمثل لك شهر من أشهر السنة. الواي أكسز تأخذ مقياس رسم مناسب كل شهر هنا ويا الحجم التجميعي، يعني العمود الرابع، فراح يطلع لك هذا المنحني الأحمر اللي هو منحني الكتلة. إن شاء الله هذا أريد منكم طلاب واجب بيتي، تسووا لي على ورق بياني شلون تحسبون منحني الكتلة، حتى همتين تتعلمون ترسموا وبنفس الوقت أنتوا تحصلون على حقيبة الأعمال، يعني واجباتكم ضمن حقيبة الأعمال. فيطلع لنا هذا المنحني الأحمر اللي هو منحني الكتلة. زين مو كافي بعد، احنا ما قلت لكم بالسؤال بس رسموا لي منحني الكتلة، وإنما قلت لكم حسبوا لي حجم الخزين اللي يحقق لي، أقل خزين حقق لي متطلبات 40 متر كيوب بير سكند. هذا طلاب هو الطلب على الخزان، فهذا الميل مالته 40 متر كيوب بير سكند. أرسم مماس لهذا التحدب، مماس لهذا التحدب من هنا، فراح هو الميل مالته 40 ومماس لهنا، فراح يقطع منحني الكتلة في نقطة دي. لحد الآن رسمت منحني الكتلة وخط الطلب. زين شلون احسب حجم الخزين؟ اجي طلاب من اقل نقطة، من اقل نقطة هنا موجودة في منحني، اخفض نقطة في منحني الكتلة، ارسم منها مماس يوازي الى هذا السي دي، الى خط الطلب. من هاي نقطة التماس، من نقطة التماس راح أصعد مسافة عمودية عمودية إلى أن أصل
إلى خط الطلب. هاي المسافة العمودية اللي تكون هي أكبر فرق بين الطلب والتجهيز، هي هاي أقل خزن راح أخليه بالخزان حتى أحقق الطلب اللي هو 40 متر كيوب بير سكند. زين، أنتوا بس رسمتوها؟ لا، أريدها رقم من عندكم. طبعاً أنتوا راسمين على مقياس رسم، تجون تقيسون هاي المسافة، تجون تقيسون هاي المسافة تضربوها بمقياس الرسم. فرضاً طلعت عندكم سنتيمين ونص، أنتوا فارضين كل سنتيم هل قد حجم تجميعي، فتضربوه بمقياس الرسم، يعني هاي المسافة تنضرب بمقياس الرسم، بعدين تطلع لكم قيمة الخزين 2100 متر كيوب بير سكند في الديل. طبعا انتم راح ترسمون، مو شرط، ناس تطلع اكثر ناس تطلع اقل، لانه انت جاي ترسم على ورق بياني وكل طالب وهو بامكانيته، فكلما تقترب من هذا الرقم معناته رسمك صحيح، حساباتك مضبوطة. ولهذا تقول إذا كان عندنا التجهيز يساوي 40 متر كيوب بير سكند، فأقل خزين لازم أخليه بالخزان هو 2100 متر كيوب بير سكند في الديك. ممكن أخلي أكثر منه، لكن ما يصير أخلي أقل من عنده، لأن راح يصير عندي قصور في التجهيز. طلاب عندكم سؤال؟ حتى إذا عندكم تفضلوا، إذا ما عندكم ننهي التسجيل ونبدي بتسجيل آخر. دكتورة بلا زحمة تقدرين تأدين هذا المثال مثل الرسم؟ هو ما يخالف، بس هو التسجيل موجود، يعني تقدرون أنتوا تعيدوا، يعني إذا عندكم سؤال أوضحه، بس كإعادة مثل ما لحقتي أو شيء، هو التسجيل موجود، لأن طلاب مثل ما قلت لكم أنا شوية السابق ويا الزمن على مود الكهرباء، صدقونا يعني كل 8 ساعات تجينا ساعتين، يمكن التهم ما أعرف، يعني أخاف يخلص الشحن، أريد ألحق على المادة، فهي موجود عندك الشرح موجود، راح أسجله وأدزلكم إياه. ماشي دكتور. اهلا عيني، اهلا وسهلا. عندكم سؤال؟ يعني هاي نقطة كذا، مو شرح كامل، إذا شرح كامل فأنا راح أدزلكم التسجيل. هسه انقطع الكهرباء، كلامي موثوق، إجا بالتسعة هسه بالعشرة انقطع. ماشي عيني طلاب، إذا ما عندكم سؤال حتى أنهي التسجيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.